اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. 14 دقيقه بتفصل نجوم منتخبنا الوطني لكره اليد, نجوم منتخبنا الوطني للناشئين لكره اليد في كاس العالم. الحقيقه عاملين كاس عالم رائعه جدا في كاس العالم او في الدور قبل النهائي لكاس العالم. منتخبنا الوطني فاضل له 14 دقيقه وكسبان المنتخب البرتغالي حتى الان 31-24. ان شاء الله 14 دقيقه كافيه ويستطيع منتخبنا الوطني لكرة اليد أن يصعد إلى دور النهائي. ده صور طبعا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد, صور طبعا سابقة, ولكن المباراة بتقام حاليا وفاضل 14 دقيقة لنهاية هذه المباراة, وإن شاء الله يكون إنجاز كبير يتحقق بالصعود إلى نهائي كأس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا مع اثنين مدربين, كابتن مجدي ابو المجد وكابتن حسين زكي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني, وال14 دقيقه اللي جايه هنفضل دايما مع حضراتكم نقول لكم النتائج او نتيجه المباراه. حتى الان النتيجه 31-24 والدقيقه 17. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ونحتفل ان شاء الله بعد نهايه هذه المباراة المهمة جدا جدا لكل مصر. خلوني ارحب في فقرتنا الاولى بنجم الكبير كابتن ايمن دجيش محللنا النهارده لطاقم التحكيم. كابتن ايمن ازي حضرتك؟ ازيك كابتن اسلام, تحياتي اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كل موجودين ربنا يخليك. كابتن ايمن طاقم تحكيم النهارده بقياده كابتن جهاد جريشه, معاه هاني عبد الفتاح مساعد اول, يوسف البسطاطي مساعد ثاني, صبحي العمراوي حكم رابع, طارق سامي حكم اضافي اول, محمود ناجي حكم اضافي تاني من الغربيه, عندنا اثنين حكام من الغربيه جهاد جريشه محمود ناجي, عندنا هاني عبد الفتاح من منطقه الجيزه, يوسف البساطي دمياط, صبحي العمراوي اسكندريه, طارق سامي القاهره. طارق سامي يعتبر من اكثر الحكام اللي لعبوا كحكم اضافي في الدوري المصري من ساعه بدايه التجربه يعني كابتن اسلام. دي لحظات وصولهم طبعا منذ قليل يعني. طبعا هم طبعا لحظه وصول الحكام. طبعا تعيينه يعني تعيينه النهارده تعيينه منطقيه كابتن اسلام. جهاد جريشه خبرته وتاريخه والمباريات اللي عدى عليها الصعبه, ايوه, هي تدي له النهارده مباراه تعتبر مباراه من المباريات القويه. فالنهارده كون التعيينه دي تعتبر ممتازه, هي منطقيه ان يبقى موجود جهاد اكبر حكم موجود, اكبر حكم بيحمل خبرات. نعم, فتعيينه كويسه من خمس من حكام يعني اعتقد, اللي هو كابتن سمير, وطبعا معاه اكيد لسه كابتن سمير بيبتدي في العمل, ومعاه الدكتور عزب وكابتن وجيه. يعني خمس حكام اعتقد كلهم دوليين. ما هو عندنا كلهم دوليين طبعا باستثناء طبعا طارق, باستثناء صبحي العمراوي كالحكم الرابع ومحمود ناجي الحكم الاضافي الثاني, لكن الكابتن طارق سامي حكم دولي كره خماسيه. الثلاث حكام دوليين طبعا جهاد وهاني ويوسف البساطي. هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي مساعدين دوليين, ويمكن هم احدث وجهين في القائمه الدوليه, في القائمه الدوليه, دخلوا في سنه 2018 يعني ثاني موسم ليهم في القائمه الدوليه يعني. طيب, من وجهة نظرك هل يستطيع قيادة أو الطاقم التحكيم اللي متواجد حاليا قيادة هذه المباراة الصعبة جدا؟ طبعا أكيد يا كابتن سام, زي ما أنا قلت لك بداية كلامي إن أنت النهاردة المباراة تعتبر مباراة قوية, وفي حاجة تانية إن أنت النهاردة مباراة الأهلي وبيراميدز من الموسم اللي فات بعد التغيير, أنت عارف إن المباراة اللي أدارها كان حكام أجانب المباراتين اللي هم كانوا العام الماضي. يمكن دي أول مباراة تقريبا بتحكيم مصري في وجود كابتن سمير عثمان. فطبعا كونك ان انت تحط الحكم الكبير الاكثر خبره جهاد جريشه, يمكن انا عاصرته ولعبت معاه, مر بتجارب كتير في مباريات صعبه كتير يعني, مباريات كبيره على مستوى القاره او على مستوى هنا الدوري العام, فدي خبرته الكبيره ديت اكيد اكيد باذن الله يعمل مباراه ممتازه ويخرج مباراه باذن الله بنجاح يعني. طيب, هنلعب على القانون القديم. هتلعب على القانون طبعا, دي عايزين نقول طبعا للمشاهدين ان احنا طبعا اي مسابقه, طبعا المسابقات من 1/6, اي مسابقه زي ما شفنا الامم الافريقيه, اي مسابقه بتبدا بعد من 1/6 دي بتبقى بالقانون الجديد. نعم, لكن طبعا احنا عارفين يا كابتن اسلام ان كاس مصر ده بدا من بدري جدا. الادوار التمهيديه ده يعني بدا من, انا لسه كنت بقول للناس ما تتلخبطوش, انا بتكلم فعلا 2018 عليه. بدا من بدري جدا, فبيبتدي باللائحه بتاعته دي خلاص ما بتتغيرش. فاي مسابقه شغاله بتبقى بالقانون القديم, ما بيبقاش فيها تعديل جديد يعني. ايوه, واكيد هم الحكام عارفين كده, اللي موجودين اكيد الحكايه دي درسناها كويس, لان طبعا فيها صعوبه شويه للحكام يا كابتن اسلام, لان انت عارف اللاعبين برضه يا كابتن خالد واللاعبين والحكام. ليه بقى يا كابتن اسلام؟ يعني مثلا جهاد جريشه حكم بطوله الامم بالتعديلات الجديده. فالنهارده الحكام لازم يبقى عندهم تركيز في الحته ديت, لان ايه, وطبعا بيبقى اكيد بيراجعوا الفرق ومنتبهين, لان صعب قوي ان انت تحكم ماتش
وبعد اسبوع تحكم ماتش تاني بحاجه جديده. فممكن انت برضو ما كانش عندك تركيز ويقظه ركله المرمى مثلا لو اتلعبت مثلا ولعيب السلامه جوه انت ممكن تمشي في دماغك التعديلات الجديده. صح. فالحكم في الحته دي لازم يبقى عنده تركيز، ودي طبعا الظروف دي هم اتحطوا فيها بسبب ان المسابقه عندنا طالت شويه ما خلصتش في ميعادها وكده، فبنتمنى لهم التوفيق، واكيد هم عندهم خلفيه بالموضوع ده واكيد مركزين فيه تمام. يعني ايه اللي مطلوب منه الكابتن جهاد واللاعبين النهارده؟ المطلوب هو يعني عموما يعني طاقم التحكيم بيبقى محتاج كابتن اسلام مسانده من جميع عناصر اللعبه. يعني النهارده اذا كانت اجهزه فنيه في الخارج، اللعيبه جوه الملعب، كل ده اللي بيدي ارتياح للحكم داخل الملعب. الالتزام بقراراته، عدم الاعتراض يا كابتن اسلام الموضوع ده، اللي احنا في الدوري المصري يمكن عندنا مشكله فيه شويه، ان انت الحكم لما بيروح يحتسب قرار، بنلاحظ كتير ان الحاجات دي في الدوري عندنا، بس كتير قوي بيروحوا بكتير بكلام كتير مع الحكم. يعني قرار تروح خلاص، انا بقول للعيبه يعني انت النهارده الحكم لو صفر يا كابتن اسلام وخد القرار خلاص مش هيرجع فيه، مش هيرجع، مالوش لازمه بقى اللعيبه الا لو فار. فالمشكله انت النهارده حتى شكل المسابقه بتاعتنا لما انت حكم تصفر كل قرار وتلاقي اللعيب رايح لك، دي بيبقى فيها مشكله. عايزين نقول برضو ان يعني ارقام من ارقام جهاد جريشه كابتن السنه دي. يمكن جهاد جريشه دوري ابطال افريقيا حكم ثلاث مباريات، ادى 12 بطاقه صفراء، ادى واحده حمراء، ادى 2 ضربه جزاء. في الدوري المصري جهاد جريشه حكم 18 مباراه، 69 بطاقه صفراء واربعه حمراء وسبع ضربات جزاء. في امم افريقيا احنا عارفين اخر مشاركه لجهاد كان حكم مباراتين وادى 7 بطاقات صفراء وواحده حمراء وادى 2 جزاء. عايزين نقول برضو ان جهاد جريشه حكم السنه دي 4 مباريات للنادي الاهلي، الاسماعيلي مع الاسماعيلي والمقاولين العرب والجونه والاتحاد. حكم لبيراميدز، طلائع الجيش والاتحاد السكندري. انت عارف ان مباريات بيراميدز العام الماضي يمكن في البدايه كانت تحكيم مصري، لكن بعد كده بقى كله تحكيم اجنبي يعني. نتمنى له باذن الله النهارده التوفيق يعني. اهم حاجه من وجهه نظرك يجب ان يلتفت ليها جهاد جريشه وطاقم التحكيم النهارده؟ التركيز يا كابتن، التركيز ثم التركيز، التركيز التركيز واليقظه. بص الحكم يا كابتن اسلام، مشكله التحكيم ان انت كحكم ممكن تبقى ماشي في المباراه كلها هي لحظه يا كابتن اسلام. الحكم يركز من بدايه المباراه لغايه الدقيقه 90 او لو في والوقت الضايع طول، لان انت عندك لعبه واحده يا كابتن اسلام، ممكن قرار واحد في المباراه يضيع اللي انت عملته كله. مظبوط. مشكله التحكيم في كده، وده قدر التحكيم. ايوه. ان انت يبقى ممكن تعمل ماتش كبير جدا وتيجي لعبه واحده تخلص الماتش، تبوظ لك الماتش. يعني انت حتى بتفترق عن اللعيبه، يعني انت النهارده كابتن اسلام اللعيب الكوره في الملعب وانتوا بتحللوا معاك اساتذه كبار بيحللوا، انت اللعيب ممكن يعمل ماتش كويس جدا ويجي يضيع كوره، انت مش هتقول ان هو كان وحش، انت هتقول ان هو لعب طول المباراه رائع. أيوه. لو ضيع هدف او في لعبه ما اتصرفش فيها كويس انت مش هتنتقده كمحلل بالنسبه للعيبه. لكن النهارده الحكم مشكلته ان هو قرار الخطا ده ممكن يضيع المجهود اللي عمله طوال المباراه. فانا بتمنى له باذن الله جهاد، وهم طبعا مساعدين المباراه كويس، هو الطاقم اللي معاه 2 مساعدين كويسين، والحكام الاضافيين اللي معاه زي ما قلت لك كويسين جدا. الطاقم التحكيم او انا اسف الحكم الخامس بيبقى دوره ايه في مثل هذه المباريات؟ الحكم دوره كبير جدا يا اسلام، يعني النهارده دور الحكم الاضافي دون طبعا بيبقى مساعد للحكم يا كابتن اسلام، مساعد للحكم. الاخطاء اللي هي بتيجي والحكم ما بيشوفهاش او بتبقى وانت عندك يقين ومتاكد منها، لازم يبقى ليك تدخل مع الحكم، بس في تدخل في الالعاب اللي انت شايف ان انت قرارك فيها متاكد بنسبه 100%. ايوه. لازم يبقى ليك مساعده. تواجد الحكم الاضافي يا كابتن اسلام مش متواجد ان هو تواجد صوره بس. لا، ده ليه دور. في 6 حكام في الملعب يا كابتن اسلام، كل واحد ليه دور في الملعب، مش الحكم بس اللي موجود في نص الملعب، كل واحد عليه دور. الستة دول في الاخر نجاح المباراه ما بتبقاش لواحد بس، يعني نجاح المباراه ما بتبقاش لجهاد او لحد من المساعدين او بيجتمع. لو المباراه عدت كويس بيبقى للطاقم كله كده، لو فيها مشكله بيبقى للطاقم كله، بتبقى للطاقم كله، ما بتبقاش لواحد معين يعني. كابتن دايما كنتوا بتقولوا لنا ان الحكام بيبقى لازم يبقى فيهم بينهم انسجام برضه. اكيد طبعا. طيب هل الطاقم ده لعب مع بعضه قبل كده؟ طبعا ده الطاقم ده لعب، يعني هاني او يوسف البساطي لعبوا مع جهات كتير جدا اذا كان في مصر يا كابتن اسلام او خارج مصر. كذلك طارق سامي زي ما قلت لك انه ومحمود ناجي، يمكن 2 حكام اضافيين لعبوا كميته، يمكن التعيينه دي هم بصوا رجعوا يعني اعتقد ان الداتا
اتراجعت مع كابتن سمير وكابتن وجيه والدكتور عزب، راجعوا الداتا وشافوا لان محمود ناجي لعب ماتشات كتير كحكم اضافي. اعتقد ان ده اول تعيين للكابتن سمير النهارده او مش كده؟ هو اول تعيين مع كابتن وجيه والدكتور عزب. نعم. وطارق سامي زي ما قلت لك اكتر حكم لعب كحكم اضافي. يعني هو نجح في الحته ديت. طارق سامي نعم. ربنا يوفقه النهارده ويبقوا النهارده كلهم على قلب بعض وباذن الله يعملوا لنا مباراه بدايه تبقى بدايه مبشره. طبعا لسه في الموسم القديم يعني، تبقى بدايه الموسم الجديد يعني. انا مش عارفين نقول ايه ولا نتكلم فيها ازاي ولا نجيبها يمين ولا نجيبها شمال. هي ظروف موسم يا كابتن اسلام وعدت يعني. بس انا عنديها ظروف موسم بس. هو بس عايز اقول لك حاجه يعني، بالنسبه لنا كره اليد دي حاجه يعني حاجه جميله جدا. يعني انا هقول لحضراتكم نتيجه دلوقتي، لان هي بصراحه رجعت البسمه بصراحه يعني طبعا اللي ضيعتها كره القدم. صح حقيقه يعني. انا صح. انا في الشارع والناس سواء في الناشئين او في الشباب رجعت البسمه، لان فنيا في بطوله الامم الناس زعلت شويه وكده، لكن كره اليد حاجه لازم نقف كلنا نشجعها وكلنا لان حاجه فخر للمصر. عندك كمان الرئيس يعني بيشوف الناس بتعمل ايه وبيجيبهم يكرمهم وبيقدر الناس بالظبط. يعني هو الرئيس عمل ايه؟ الرئيس جابهم ولا يكرمه تاني برضه. والحمد لله فاضل 5 دقائق وحتى الان 39-31 وفاضل 5 دقائق. ربنا يعني مازال الثمان اهداف زي ما هم. فعندك الرئيس هو يعني كمان بيشجع، اعمل حاجه وانا هشجعك، هجيبك وهعمل لك وهديك مكافئاتك وهعمل لك كل حاجه، بس اعمل اللي عليك. الحقيقه ده اللي حصل في لما منتخب الشباب خد ثالث العالم بالزبط. تم تكريمهم. انا متخيل طبعا 100% سوف يتم تكريم وبمدربين وطنيين. خلي بالك بالظبط كده، احقاق الحق فعلا. سيد رئيس الجمهوريه وقف حتى مع الكوره كابتن اسلام البدايه من ايام لو نتذكر كاس العالم، على طول كان في ظهرهم. لكن هو الحقيقه بنتمنى في القادم ان هم ان شاء الله القادم يبقى افضل، يكون احسن. لكن هو واقف، سيد رئيس واقف ورا الرياضه بشكل محترم جدا، في دعم كبير. شفنا تنظيم البطوله يا كابتن اسلام، يعني احنا عايزين نوصل يا كابتن اسلام. شوف الدوله وقفت وشوف التنظيم واللي حصل في الاستادات وحاجه. بص ما كانش فيه، كان فيه انت لاحظت يا كابتن اسلام كان فيه اي مثلا ديفو في بطوله الامم الافريقيه في التنظيم. احنا عايزين كره القدم تبقى زي التنظيم كده، ترجع ان شاء الله، ترجع في كل حاجه ان شاء الله. يعني عايزين يبقى تغيير شامل في كل حاجه، عايزين صورتنا اللي احنا نستاهل اكتر من كده في كره القدم ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته اليوم، وكل التوفيق لمنتخب الشباب او منتخب الناشئين انا اسف. ان شاء الله ما زال الفارق 8 اهداف وفاضل اقل من 5 دقائق، 4 دقائق تقريبا فاضلين. كل التوفيق وان شاء الله نبلغ حضراتكم ونهنئ منتخبنا او بعثه منتخبنا الوطني لكره اليد طبعا في كاس العالم الناشئين في الدور قبل النهائي، بيلقي منتخب البرتغال وما زال متقدما وفاضل اقل من 5 دقائق، فرق 8 اهداف او 31-39. حاجه فخر طبعا، فخر ما بعده فخر كابتن اسلام الوصول للنهائي ده طبعا. نهائي كاس العالم، نهائي كاس العالم الشباب المقام في مقدونيا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الشباب. شكرا جزيلا يا كابتن ايمن، نشوفك بعد المباراه. اشكر حضراتكم وبشكر طبعا كابتن ايمن. هنطلع تقرير عن مواجهات سباستيان دي سابر المدير الفني لنادي بيراميدز مع النادي الاهلي، نشوف هذا التقرير ونرجع نستقبل فقرتنا الثانيه دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بالنادي الاهلي ونادي بيراميدز بعد هذا التقرير.